زيارة أخوية، وهذا حقيقة نابعة من نهج عملنا وتواصلنا مع حقيقة كل الوجهاء والمكونات. وسيدنا المطران نجيب هو حقيقة من الوجوه البارزة وفي هذه المحافظة، وحقيقة إنسان غني عن التعريف بمكانه بمنصبه، و احنا دائما متواصلين وياه. حقيقة هو دائما احنا نعتبر وجوده هي رسالة اطمئنان لهذه المحافظة، ويمثل مكون مهم بالمحافظة. دائما احنا هذا نأكد انه هذه المحافظة هي حقيقة قوتها وجمالها بكل مكوناتها. دائما احنا يجب ان نكون عندنا هذه الفكرة الصحيحة انه المكونات هي اساس للقوة، وليس حقيقة للتفرقة أو للعنصرية، لا بالعكس. وإن شاء الله احنا هذا ثبتنا في هذه المحافظة، تشوفنا احنا كلنا متواجدين في كل المناسبات لأي مكون. وأيضا احنا استمعنا للأبونا، يعني أيضا إذا هناك بعض الأمور سواء تتعلق بالجانب الأمني وحتى الجانب الاجتماعي اللي احنا نقدر من خلال مكاننا أن نقدر نساعد ونحلها ونقوم بأي دور لتدليلها إن شاء الله. وأكيد راح يستمر تواصلنا مع السيد وكل إخوان بالمكونات الأخرى. أيضا احنا نأكد الحمد لله والشكر، وصار واضح للجميع أنه محافظة نينوى متميزة، ما نقول متميزة بمستوى الأمن، وإن شاء الله إخوانكم بالأجهزة الأمنية بالعكس يبذلون جهود أكثر إضافية من أجل الحفاظ على هذا المكسب، وحتى يبقى إن شاء الله هذه المحافظة تنعم بالأمن والاستقرار، وأيضا يكون التوجه نحو الإعمار لهذه المحافظة والخدمات. إحدى أسباب الاستقرار والاستبداد حقيقة بهذا الأمن الموجود عندنا في الموصل ومحافظة نينوى، هو دليل أيضا على تشجيع المسيحيين للعودة إلى سهل نينوى وإلى الموصل. الكل يعمل إيد بإيد اليوم، ومن أجل كل هالقوات وهالحشود أيضا اللي حررت هالمناطق، ماكو أحد اشتغل لوحده، الكل اشتغلوا مع بعضهم. حقيقة هذا أيضا رسالة اطمئنان بالنسبة لنا كمسيحيين، وأنا كرئيس ساقفة الكلدان في الموصل، غبطة الباترياركي لويس ساكو الكاردينال دائما هو بالتواصل معنا حتى يطمئن أيضا على تواجده وتواجد المسيحية في هالمنطقة هذه. وحقيقة احنا ممتنين جدا الفخامة اللواء اللي دا يخدمنا جدا ويخدم المنطقة ككل، وإن شاء الله يبقون ثابتين راسخين في المنطقة، وما نترك أي شوائب تفصل بيناتنا أو أي يد غريبة تقدر أن تجعلنا أن نبتعد عن بعضنا. بالعكس اليوم كعراقيين ككل بكافة الطوائف وكافة الديانات نعمل إيد بإيد.